يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا إن الصحابي جليل أبو هريرة رضي الله عنه إن ندل في محمد صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن سيما أفهو ما سيما ذي حرام، إذا منيس المال نس العرض نس، إذا منيس وثي تصورة وثي كثرة وثي خبشالة وثي جنحالة وثي نقالة وثي تصورة غير مالي نس ورستي تصورة ورستي تصورة حاجة نس ديفكاس طوبة الخطر العرض نس وثي تصورة ورس وثي تصورة العرض نس ولا على الحرم نس. أينك حب إيمانيس أثي حب الغير نس كان يقول مثلا. إذن ثلاثة مسالة دين ذي حرام ذا ثيا وذي ون غير مسيح سيب إذا منيس المال نس العرض نس نهضر دي الدرس قاعدان أفل الحرام إكسع المال ذي الإسلام السيد بفضل الله وبرحمته هذا نهضر أفل الحرام إسعى ذمن ذي الإسلام خطر إذ مثل يعذرون ربي قال لك الإسلام الدين نسفك الدماء تمن غيث الجراح يعني استعنس مرة قال الصفة مرة استعنس الإسلام وقام الإسلام ينتشر السيف يسيب ينتشر ولكن أسنين يوبيين اللي يدعين إما نسل صرانا نشتغي في الإسلام باليوم أتسعنا لهم باليوم أتفهمنا لهم أمين أدينين ثمت أرزقث ما السرديوني نتثمت أرزقث أتعقيد باليوم ويسينا لذي شيء نقار نتمت ورتي عريضة لهم لو كان يتي عريض أتي في تصيدات أتي في سملحات وكذلك الإسلام الإسلام الدين السلم الدين السلامة الدين لهنا الدين المحبة الدين للرحمة حشم أين العين ألف ديكن ذي ما كنتين الله أكبر قصد كان مثلا. إذن الدرس النغة بفضل الله ورحمته هنا نهضر أفل حرمان يسعني ذا من ازدخل من الإسلام أي مثلا للأسس يعني في القرآنين في قفد الإسلام أنا عقيب اليوم الشرع نسيق ربنا الخالق سبحانه وتعالى إلى حب باش اللي حافظ أفل مصالح العباد اللي يخلق غير دونيث يخلق ضيق عام ويخلق ضيع ذرة عمرا ويفكيز دل منهج يفكيز دل القرآن الكلام السنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش تيم أري حافظن غفي على الدنيا مرة ذي كل شيء كمين الله أكبر إلا وين مقرم الضروريات الخمسة في جنيم تيجدان إفي ثبت ثذرث قمدان أي مثلا هذه حق الدين الإسلام زوالو النفسين الوسين العقلين الوس ثلاثة العرضين الوس أربعة المالين الوس خمسة إذن أنشاقين إسحفظ إذن الإسلام والنفسيان بلادهم تساقين يفرد هذا ثلاثينس الحياتينس النفسينس يتوكد دل الإسلام يتوكد الدين النار باللي حشد فرصة ربي مثل الله وين أريف كنفسيش بشر يقضوا مفطر واحد جيون النظام أذي عقل بالله يجري ما في خطر الخطر الروح حاجة وين تدي في كان إكزمر لذا تيكس ونفسيش كمثل الله كما يد مثلا أفاقين إفك حرم وخلق سبحانه وتعالى إك حرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش تنغض إعاده أكل يفغي اليوم أما دين سيم أما ماشي دين سيم أما ذا بركان أما ذا شبحان أنت أكل يفغي اليوم
إثمورثيس أكنيف ويليان لونينس أكنيف ويلي الدينيس أكنيف ويلي المذهبينيس. يحرم القرآن الكريم السنة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا من العبد والمقلرين ديننا غير جنس العبد نغذي مقلر غير الصفة الصفينس نغر الدينينس نغر المذهبينس ولكن يمقل غير الإنسانيينس أي خطر ذي عبد إذ وكين إذ المخلوق اكفضل سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الفطس دي المخلوقات يقرب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قرب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس وديننا لهم ما تنسيوت ولا ماشي تنسيوت تذكر كان ناضي شحال تمرثين انا تمرثين اكل يفوي لي الدينيس اللي يقول له ليس الدوث المرثيس النفس للنفس يحاول شي ربي باش هذا الصلاه بغير حق الله اكبر خاطر يث مثلا يعاد يسعى مزال غير سي ربي اخلق فيك شوفو سيس يجرس ذي روح ذي روحيس الداخليس ويسجد الملائكة يوم رب كل ملائكة مرة سجد ناس وفي ناس في دي ينزل ثكتفين وفي ناس في دي في دي شجع الأنبياء الرسول وفي ناس في دي فكام المنهج إسرائي الحوم ذي الدوليث ونشتقي مرة أكوى باش أذي طفلك فوسيس أثيونا السعادة ما ذي عيش السعادة الدوليث ذي عيش السعادة الأخف يفكي يزد شرع القرآن الكريم السنة أذي حفظ ذي الحقوق نس وثمز وروث وبين ديوفرار ذي الحقوق نس الحق التذاذ كان يعني مثلا حق الحياة وزد البرميون وليس عالم الحق أذي سلف ثذاذ إيون حشص إلى ربي الخالق إذن تسد خطر إذن تكز ما لدى تيوه ملوك الغالس مرة أكوى ويجوز على فلس إذي حرام كان يذمثن في أيام فيما القتل في الغد أبشع الكبائر الكبائر ولش الكبيرة نسويفن إنك الشرك بالله الشرك ما سخن بشرك سيد ربي ثقب تقوك إذ القيمة يتم إذ الكبيرة ثم قرحات تغرفن الكبائر خطر تقول تعفر ربي يقال قويس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في ديالنا الكبيرة في سنة هذا تسمى الغوث مثل هذا يعني ذا مكشيني ثم هذا ما كان شيء كما يتمثل يقال سيد ربي قويس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا كان يتسمى بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كما يتمثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي ندن في محمد صلى الله عليه وسلم كان دوا يعف إمك الدوير في الكعبة يطويف في الكعبة إمد إمقلس إمد إليس ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك يقرس الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يعيكم إذ زينب إذ قرزب إذ منعب إذ صعد الشرف إذ صعد العظمة إذ صعد ثمغة أنشتكي من ريت خطر ذلك عبان إذ مثل إنيش ولكن والله يقول صربيهم إني صل حرمان العبد مؤمن أري الرفض الحرمين صلي طرف النبي وش فيه صلى الله عليه وسلم أدي قرص إلى ربي قويس عزيزا إناس من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إن دون رين النفس بغير حق بغير حق خطأ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دي قال إن الحق يسري حكم الإسلام من غير إنسان إند ورجو زال حشد ثلاثة مسائل إند ولا رأي الغني لقد أثنوه إلى قديمة وقام الإسلام يحكم في الناس إند وين أي خبر الفاحشة
فاحشة بعد الإحسان، فاحشة بعد الزنا غزر بين جمالين بعد الإحسان وغير قد يسوارجم إن دوين ألف فغن أف دينيس وين يرتدن يفق في الإسلام ويفرق الجماعة إلا دينسين بعد يفق الإسلام ويوخر الجماعة دينسين إن دوين يستحق إلا دين غاد الشرع بكا الباقي نظن ولي الجزالة دي حرامة سنة يضي ما كنش يمسن الغيظ ولو كان ذي عرض النظر مرة أكو خذت كان مثلا هذه قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يند النفس من النفس ودينا ما تنسي مثلا ماشي تنسي تمورثين أنا تمورثين هذا بركان هذا شي حال بغير حق يند وين ينغى النفس يند من ينغى يا عباد مرة أكو يا عباد الدنيا مرة ينغى يكشي حرام يا حرمة إكس إتسعة ثلاث بمثان ما لشي نغاشي يا عباد باللي ثلاث من غير تسقط تهافي نالا وغين تصب شطوح ديد هي فينس إنك أمنك لي نغلق لي عباد الدنيا مرة ومن أحياها كأنما أحيي الناس جميعا إن الناس اللي يحيون الندم اللي يحييني يا عباد الدنيا مرة الله أكبر كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما إنه لا يزال المؤمن إنه مازال المؤمن مازال المؤمن ذكوذري ذن الدينيس يسعى يسعى الطموحة ثم قرحانين أذ يوض الويني هل دخل من الدين الإسلام إذ دون الوفري الرضا سيد ربي غير جنث إنه مازال لتثبورة غير مرة إن مدام أتصور تخلال أن يفسل يسدير لهم ماذا قلنا؟ مدام وين غاية عبد من سعر الله أكبر أنجر بين جي المؤمنين كيف مدام؟ وكذا الدرس مهم إلى قد إلى قد إلى قد أدعى المنيس يعني فذا ندوني ثمرا بلا إنسيا إنسيا وإخدمات مسيدي إنسيا يتحفظ في مانيس يتحفظ في الغير إنس يتحفظ في دم الغارس يتحفظ في المال الغارس يتحفظ في الحرمة ذا العيض الغارس الله أكبر كما يتمثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه يند يند تسيناك إذا وحل لي وحي عبد ما ليكش من بعيد أنا جاب بيجي من عندي ثمسات من القتل يند تسيناك وتسعرك كل تبوث إذا ردي فغل عرديس سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى ديقا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ان الولايه غني مؤمن بالتعمد ان الجزاء انس الجهنم الجهنم ودي فارس دخيل خالدا مخلدا فيها ان ديالنا غادي يغضب سيدي ربي فلاش فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وذات العين وأعد له عذابا عظيما وسيهجي سيد ربي للعذاب العذاب القرحة الله أكبر رجل ربي جي مؤمنين كما يتمثل خسرت يعني يتمثل أشد أمكي دي قار سيد ربي أمكي دي قار أن فيهم صلى الله عليه وسلم أجي تسجن بالله الإسلام الدين الرحمة الدين الهنا الدين السلامة إيش مش دواليس الإسلام ذي السلم الإسلام ذي السلامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إن دوين رأينا يا عبد المؤمن إن دواني فرح من غير ثينس وذي شرح من غير ثينس لكن يخذ لي حاجة الحاجة الآية إن دو سقبل ربك لا صرف ولا عدلا إن دو لو كان دي وقت دولي ثابت في الدار مانيس الزفر ربيه غنجر ربيه نجي مؤمن كان يتمثل سيد ربي مشجع سبحانه وتعالى مشجع ان في محمد صلى الله عليه وسلم ذا الرحمة للعالمين يقارد قويس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن تشجعك إلى عباد الدنيا مرة ذا الرحمة معنى يحظر كم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ان في محمد صلى الله عليه وسلم انتمر ذا الرحمة اللي تشجع للعالمين وكذلك الإنسان المؤمن ذي ذا الرحمة للمؤمنين إن الرسول صلى الله عليه وسلم
إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن دي سيد ربي يمر المؤمنين سوين سيد يمر الأنبياء الرسول. إذن أغدي قال سيد ربي قويس عزيز لكل إنسان مؤمن الذي لذا رحمة المؤمنين. كما يتمثل أني لذا رحمة إي عباد من الدنيا ثمرة أكل ثبوتي للسفة سكني يبغوي للديني سكني يبغوي ثبوتي للثمورتيس. كما يتمثل إذا كان إذ الدين غير مثلاً يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم عندي حجة الوداع أدي تسنده المؤمنين الصحابة الكرام مثلاً قال ذا شو الوسع إنس يوم حرام ذا شو الشهر إنس شهر حرام ذا شو السمر ذا إنس بلد ننس بلد حرام إنس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بالله؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب. صلف في المشيح صلى الله عليه وسلم ودي قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إنيس وش محمد فيه صلى الله عليه وسلم إذا منون المنون العرض نون الحرام نون إند ذي حرام في الأول يونو لتصوران المسين سيم ذي تمسالقين أما كان يسعى والسجين الحرمينس أما كان يسعى الشهرقين الحرمينس أما كان يسعى ثمورثقين الحرمينس المكة المكرمة سعى الحرمينس إنس سفاقني بالغادة رسالة ننس بالغادة يا رسول الله يمقل أخذت كانوا أروح نقص سبحانه وتعالى سيقر شهد أسيد ربي الله هو مشهد الشهد كي سيقر صلى الله عليه وسلم إني اسم كل يوني لندقي حذا أذي السيوض الخبار وأذي خباول ونحذر الرذقي كان مثلا يند السوء الثلام بعد ينهوذ الكفار أتسميه كسم إنقراض الله أكبر غور وثشكين من الكفارة يوكس من إمقراء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا إلا دمنا الدرف ذن السلاح غلورنا إلا دي تكار الغورنا إيه مثل خذر كان الرحمن إكسانا سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى إذن في كان ذي الرحمن إن في شو شبيح صلى الله عليه وسلم خذر ذي الرحمن إدي بالإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أريد جزران ذي حرام أريد جزران أتسخل عرض إنسيم أسخل أريد جزران أتسخل عرض لسوى أول لسوى اللغن لسوى هين خذت كليه مثل أبعد من هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة إن دونا لين غرفه أخر بغير الحق بلا ما ينفع ميك خبكنا ولاش الانتفاع ذويك خبكا إلا ذا ثدي سكسى ربي فلاس يوم القيامة خزطيه مثلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه إن ذا من لي وهين إيه ما سنسيما شو إزاي اللي وهين كعبك نثثيوث إن ذا الملائكة مرنا تصنعين إن ذا حشم ذا قال له أخرى وينك ميك خدمكنا إن ذا ولو كان ذي لين ولكن ميك وهاكم ذا يماس مبافة سو يماس ما ذا يماس مبافة سو يماس ورجوزها خطر أوهين يكسر حرمان التذاث بمذان كما يتمثل إن هو نقرأ قال لك ذي المثل وين يقوها أمزوني وث الله أكبر كما يتمثل ما قيد أشبيح للفين صلى الله عليه وسلم حديقا إند من نظر إلى أخيه المسلم نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة ومن لا يخزر أخزر أي يخزر في مسيح السيب شنو أخزر في إساد السيب إند في السيب سيد ربي يوم القيامة الله أكبر صليت في نبي مجيء صلى الله عليه وسلم هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول في النار وجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ يروى الحديث كان إن الدنيا غسي يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول
قال إنه حريص على قتل صاحبه. إن الدرجة من الرسيم نسيم السيف سلاسل يوثن إن أمين مغان أمين مثن إن الجهنم إذن جهن إن الدنيا غاسر يا رسول الله والقاتل ونكني إيه مغان أكني الكريمين اللي إنه يكون نغيفان ولكن فما بال المقتول ولكن يموت لك إن سولد نسي حرص إنسان ذي نيين سيزدخل أذي نغان بكويس. الله أكبر. كما يتمثل أبو هريرة رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سيلس يسحبي مريم الذي قارن إن دي النبي في محمد صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء سمح استذكر يتمثل لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. إن دلو كان إمزدغني أكو ذي مزدغ الكعة مرة أكو إند اشتركن إند سكن مرة مكو يجندي ثمن غير في العبد العبد مومن إند أثني قرص إذا ربك جهنم مرة أكو من أنس بقول إل ذي مزدغ هني أما ذي مزدغ الكعة مرة مكو إند أثني قرص إذا ربك جهنم كان يتمثل خطر معاون المرة ذي ثمن غير المؤمن سيدة ربثني وثقوا رجعنا معه ثروح عندي وثتافات السبعة من الدنيا لثموثنا اليمن نغنيون ذي الخليفة ذي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقضى الغربوس دي شو يسينا ذين ثبان ثمسات بالليم استعرف سوي الخدمة إن اسم غثسني السبعة انتقلت الصحابة المسيا أمير المؤمنين سبعة من الدنيا انتقضى في يونيها إن يسوع الله الذي لا إله غيره لو أن أهل اليمن اشتركوا في قتل المؤمن لقتلت أهل اليمن. إن يس لو كان يقول ربي إن يس لو كان ثمرنا اليمن مرة أهل اليمن لا إن صدق ثمرنا اليمن إن يس مسفهام ومعاون بشر مرة يون 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 يعبد المؤمن إن يس أهل أمس مرة قدث أهل اليمن قدث منهم مرة ساعة حرام الله روحنا كان يتمثل وقيل الإسلام باش أنا عقيني قاني يتهم من الإسلام أسقر من الدين نسفك الدماء تكسى الحرمان أين فون ستانست غلطان دي حسب السن سمو سن السن على الإسلام كان يتمثل معاوية بن أبي سفيان أمكيدي قرية مثل إنادي نذن في محمد صلى الله عليه وسلم كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. إن كل ذنب سيد رب سبحانه وتعالى الذي يعفو كل ذنب الذي يعفو إن الحاجة سنة التمثال سنة الذنوب أجاز ألي مثل ذو الكافر إذا أجاز ألي مغنى أجاز مغنى المؤمن بالتعمل الله أكبر سنة ثقيلة أدقى في جم أسوأ في كره الله أكبر الله أكبر الكلام يتمثل زاد أشبهنا فيه صلى الله عليه وسلم بكذي قال زاد كان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته وأول ما يقضى بين الناس الدماء إلا الحق سيد ربي إلا الحق العبد إن إلا الجرد سيد ربي تصلي تزول وتدي تحاسب العبد في الناس ما قرز تزاليثي سيقرز كلش لعمل اسم مرة يقرز ماذا قلنا وثقرز تزاليثي سيقرز اسم مرة يقرزها إن دولة ولكن في مسألة لان هي المدن أنا أقيم لهم الحقوقي لان هي المدن ثمزولة تمزولة فلا يحكم سيدة ربي ذي دمن تسي من غير ذويقين أنا أذبلين مرة ذينا أكو أم كل يوم ندر روحها وينا كثير غالكنا أسيني أنا غسيل ربي أسقسي وقين غشيمي الله أكبر يقال صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول يوم القيامة وأدجه تشخب دما ويدفع بالقاتل ليوقفه بين يدي الملك الحق وهو يقول يا ربي سل هذا لما قتلني إني كان يروح ولكني موث لكني ولكني نغالكني أدروح كلكني يزورني سأل أنفقن دي دمان أدي الزغر كلكني وإنكني غيثين غالكني أفيد يوين في جوانب في النسبة الزات سيد ربي أسينا سيد ربي سقسي تشميين غا إذا كان العباد ان دوني ثمران أدهرنا نشتاقي بليم ولا قرار
أدي خلص كلام قولي خل من كلام هذا تخلص أدي في الزات سيدي ربي غير قيس الجواب ذا شو ذا شو أنا سيني دوني وتسعطي لنا مطاس كل يوم في ديس وسيس الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عادقا إنه الذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخزي قرص ربيهم إن الدرت من غير مثل عبد مؤمن إن الدرت سجن ابن القرآن أكثر من النجار من دوني سين غير مثل عبد مؤمن فغيف النجار من دوني. يقال صلى الله عليه وسلم هذه الحديث ماذا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق إن ذي الحديث ماذا إن النجار من دوني بالفوق دوني كامل إن ذي بجانب سهل إكسوس ولا ثم الغيب العبد مؤمن بغير الحق خزفية مثلا الإسلام دين الرحمة دين الهنا سيد ربي يفكاد يا عباديس أذا عمر نقاعا أتسع عمر نصي السياح أتسع عمر نصي المحبة أتسع عمر نصي الرحمة أذا أتسع عمر سلف عين العين لو كان في عنا يا عباد دوني ذين ديننا سيد ربي مشبيح وتصغل رسل النوم ثم ندي كلي ولدي السنة ديني ما يجند إدرنا كلي أفي عبد المؤمن مرة بلي أريد جزارة ماضية يا عبد المؤمن ولكن يقولوا الذي يسير سمح الستة يد مثلا بكذا ديه الدرس الدربية سبحانه وتعالى بكذا لغد قال خطر ند من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وديننا ذاك دي نسيم لا باشي دي نسيم نظر بركان نظر شبحان لا تمورثين لا تمورثين أكل يفغوي للديني سكن يفغوي للونين سكن يفغوي للمذهبين سكن يفغوي أكل يفغوي ثوثي للحلمس إن دوينا في الغن أما إن غني عبادة الدنيا مرة خطر يكس الحرمان يكس الحرمان في الروح البنادم كما يتمثل الروح البنادم تسعى الحرمان أقل كام فعدد يوث الجنزة قول هو ذي الزاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قيمة الغرور بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكر ننسي رسول الله فقد جنس هو ذي يقول إذن دينيس أليست بنفس ما أليست نفسا ننسي هو جنس هو ذي شما استكر إنيس عام شيد النفسي وهنا مشيد يعبدوه ورجو سلام أسمى رضي عاوه أما ننسير أما ماشي ننسير أكل يفغوينا بغير حق الله أكبر كما يقول مثلا إذا أنشتقينا أنا عقيب لنا العصبية نغل عنصرية أرث جزالة أما ما الدين العنصرية ذي الدين أما العنصرية ذي الأصلية نغذي ثمورة نغذي لون البوذم أرث جزالة وتقبل رسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أي مثلا القسمية في ذات دونيثة وتتفضل أنه في قوين دين الناس إلى ربي قوين دين زل سيدة ربنا في الأنبياء والرسول في كتابين دي في كامرة أقوى وتتفضل أنه في قوين النفين وتقول زورهم هل ماذا نقررهم وتتفضل أنه بليم تزمع بذلك تصنغ ضيعة في المشتينين مقفوية لهم جميع الشرائح السماوية قدين زين وتقول ترى ما نشتكيهم حرمت مرة أقوى ثمن غير مثل العبد إيه بس نظام الله أكبر أكني فوي للدينيس أكني فوي للمذهبينيس ماشي ماذا قلنا يخوي فيك دي الديني يخوي فيك دي المذهبيني يخوي فيك تمخلف تمخلف ذي الحوايج من بعد أتسل مغض أتسقض غفتار وحكي نس وانشتقي موكي قبيرا سيد ربي سبحانه وتعالى الذي قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إنت الذي قال سيد ربي إنت لكل شيء يعجب سيد ربي إنت يجعل كل عباد كيف يثنوا هذا يحرك ذي قول وفريد أتسعرك يوم الدين أتسعر مرأة هذا يحرك ذي قول وفريد ولكن مخالف أنواري الزغن جهنمها خلقت سيد ربي جنة أتسبع إذا كتب على فريدس خلقت سيد ربي جهنمها أتشك شمالا إذا لك في معنى فريديس أغنى ربي ذي سيد مثلا إيه مثلا إذا دي قرن ينشر انتشر الإسلام سيف بشد إن الإسلام وسعر الرحمن
لا يتمثل. إسلام الدين للرحمة، الدين للمحبة، دين تجمات. موسى عرف لك إنسي المتسام الولي شعور من يظن خربوين يظن خربوين إلان للوقت نعم أمزورون إميل ذا إميل ذا الإسلام أسميت حرفني إنسي من الكفار. أنا عقيب لي ماشي ذا انتقم يبغى ذا انتقم عند الكفار نغسع دين فلس نفاطي نغخم فلس أين أين نهارا ولكن تحرف أفنسي تتيحو خطر كان لجميع الفتوحات أتفق الخليفة الدين سيمن أسنيني أما ذو ذي أما ذو النصارى أثنتف ذي الجوة مع السن غربة أثنت النايم غربة أثنت الديرونجي غربة أثنت خدمان خلق بوين ودن تسغيما لما ودن تسودا ذا لما الزاف الدعوة الإسلامية وذي تقاربي ذا لسي في الدين سيمن. الله أكبر حشو لك نادي في الدم أكيد يمكن أوقف في غرب أتبعوا غير الإسلام وين الإسلامية حرامية. الله أكبر كما يتمثل خزافية مثلا أشو هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفي العبد الذي نشيم والجزالات ضرر يقرد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه الذي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد في مسيرة أربعين عاما. الله المعاهد ولكن يمأدي كشمن نساوي لا ذي نسير ولكن يكشمن ذا ثمورث جنسيمن يكشمن سلكوا سرح ناس ثمورث جنسيمن سرح ناس بلا قبي ناس بلا ذي يكشم قبي ناس بلا شيء أذي عيش لنا قبي ناس بلا أذي يدير غير جنسيمن غاسقوا إلا ذي نسير إن دو ناس يخدمون الضار نغوينا لذي نغن إن درح إن درح أرح الريحة الجنود تيسويها إن درح إنساتية ثيخين أربعين سنة ألذ بعد غفل الأخر من المجرمة يجيد. الله أكبر كما يتمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أدقى إن دع رسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنها حرم الله عليه الجنة. إن دوين أرينا للمعاهد والنادي المعاهد وناديك شمن غير في مورث جنسلمان ولا في نسيب سمح ناس بلي غادي يكشم في مورث جنسلمان إما هذي سعدي الوقت ما تدي وغير في مورثيس وإما ما يعيش هذي عيش في مورث جنسلمان يا جنسلمان غاسوا لا في نسيب ولكن قفل الناس يسمح ناس بلي غادي يدير دينا إن دوين ناس يخرج من الضرر ذا فينا إن دي حرم ربي فلا شيء جمث إلا يون العالم ذا جنسين خلاص توماس أرنولد مخدينا وركز جديد مثلا ذا جنسين إن دو شهدار التاريخ إن دبلي وين أن لا ذا جنسين حتى سنة ديكشم على الإسلام بالسيف إن دو وقين مستحيل إن دكروا ديكشم على الإسلام سنقرا دينيسي ديكشم سلقنا عين سيديكشن بار كونفيكسيون إلا دو شهادة التاريخ بنيا وينو لا غادي يسلم يتعايش بيت مورث جنسيما يروح شي حقيس أدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قذف ذميا حد له يوم القيامة بالسياط من النار إلا دو نادي غير الفلس أن يخدم بها وين كان يقول لا غادي يتعايش بيت مورث جنسيما ذا مسيحي نغ ذو ذي نغ كلي بغيلي إن دي غير تفلس إن يخذ برا إن أذي تجلد أما كما قال أشكر باش تمس أزكى يوم القيامة. خزرتيه مثلا دي قال عمر ابن الحمق الخزاعي رضي الله عنه إن تسيغ سيا الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إن دوينك إن علي السمن وين الذي يسلم أسين كسوي ويه وصد شركي يرن وين الذي يسلم إنش كسوي ويه وصد شركي يرن من بعد دخل عيث ينغاث إن دوكين وكي ذراغ الكس غاس وين ينغاك وين أكناك إقرغا ذي الكافر إن دو لكن وكي ذراغ الكس. إيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال
اجتنبوا السبع الموبقات إن تباعدث أف سبعة ثمسان ذي ستيق لا يهياش تيجرنك هنيكل تيجرنك سفكانية تيجرنك يومين البعيد أرجو بيجي المؤمنين غرنا سبع الموبقات أولا الشرك بالله تمزلت الشرك بالله ثسنين السحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل الربا أكل مال اليتيم قذف المحصنات والتولي يوم الزحف ثسية ثيقين من الردن وين لين غل إن 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 يعفذ بغير الحق ودينا ذي نسيم لا ماشي نسيم أكلي فويلي كلي فويلي الدينيس أروح العب ساعة الحرمة الله أكبر كم يتمثل السبعة الموبقات أسخص خضر الله شركي سيدة ربيع السحر ونكتب عن السحر ثقيم البعيد ثم سيدة وترجع لنا الشيء أسخص خضر الله شركي سيدة ربيع السحر نغص يعذ أكني يفغي للدينيس بغير الحق ونستنى ربا ونستنى أيضا وجيل نوين أردي قرن أردي قرن إيفاطية في سيس الحياة إنه أكو ذوين أري رولا ندير قرر سبعة مسيح تستيقى وين ينغن النفس بغير الحق سبحان الله خزر ذلك الذي قرأ عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي نذل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتندى بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء الله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في من غنث العبد ونش لش تشو قرد الكبائر حاشا الشرك بالله تشو قرد إند أي إند العبد أذي بدين تسيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ونسيخ ما لنا شريك إند وين غالع ويقال إذا من إذا من دفوسيس إند أذي يكشن غير جنة تبور تسع جبن يكشن ديس ذي ثمانية تبور جنة تبور تسع جبن يكشن ديس كم يتمثل خزار أنا في الحرمان يدون دار في الحرمان نروح إنسيا أكون ذو الحرمة من الروح لحرد من الذي نسيب أكل يفغو إلي النفس البلادين تسعى الحرمة أكل يفغو إلي الدينيس أكل يفغو إلي المذهبينيس أكل يفغو إلي ثمورثيس أكل يفغو إلي اللون البشرينيس كيف كيف كان تسعى الحرمة سبحان الله أي مثل ودول هذا كان ذينا لا يخدم العبد الغيرينيس ولكن الإسلام يحرم ما كتسخر من ظلم هذا الرمى إيمانيش الروح لنا ذخي بالسينيش ولكن جزرامة الصدورة لا تصلوا ضمنيش أي خطر ضمنيك تدي في كان كان إجزم ماذا تسيوي ولكن ماشي دينيش وتستيار صدارة وقوين كي دقيقا وقوين أكلك تدي في كان كان ولي جزرامة أصلوا ضمنيش وين الغني ماني سروا ندايروا جهنمة يقرب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ورث اسمه ممنون إلى سيد ربي صار رحمة في الأول ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسير ولا يخدم من تمسك تاجيم أفا خيخ كثي يخدم إيمانيس أذي يخدم إيمانيس أذي الغيمانيس أذي الغيمانيس صرصاص نغذ الغيمانيس السسم نغذ الغيمانيس في الباتيمون نغذ فذر أذي يخدم إيمانيس نأكل أي نيفو خدم إيمانيس وكي جهنم ما عرف يجي ويانا ما يثمثل مريا دي جهنم مريا ودر جهنم أذي تعد شيف سيدة ربي شوي نسيك خبك لكني إذا ما يمانيش سبحان الله ما قلت أشد يقال وش في أحنا نفين صلى الله عليه وسلم إنه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وين رين غنما نسكنا إلى ذا تعد شيف سيدة ربي يوم القيامة يقرد من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ونين الغيمانيس اذي وذكرى جزاي ذو عبوديس اذي الغيمانيس كيف مثلا الى دو الزرني الى داك نارين القيمانيس يوم القيامه لا تبي شي تفكانه اكل نارين القيمانيس الى دو من قتل نفسه بشم ونين الغيمانيس الشم الى تسني نارين القيمانيس ذي جهنم خالدا مخلدا فيها الى دو نار ديال الغيمانيس افكار في الباطن انا غف ذرات الى داك نار ديال القيمانيس ذي جهنم مجرى مانيس ذي جهنم مجرى مانيس بعد ذي ديو غير واحد يعاون كانك لا يتشوع تسال كانك لا يتشوع تسال بغى نجرب يجي كما يتمثل إذا ما قيف رحمه يكسع الإسلام
ما كفرحنا ميكس على الإسلام وإذ ديننا بلي الدين الإسلام دين السفك الدماء دين إذامن دين تمرغيوث دين لا الله رحمة لا شفقة غلطان دي حساب السن والسنة للإسلام قصد كان أشخلع العبد ويجوز هذا التشخيار أم كان كيجوز هذا الصلاحيون ويمكانا لا يحل لمسلم أن يروع مسلم أشخيار تشخيار ويجوز هذا التشخيار الله أكبر يعدون الذي نسيم يعدون الذي نسيم أشعر هذا تدور ما هذا تغل محروف الجلد الذبيس وين الذي نسيم أديك شو مغرف ورثيك ذي المعاهد من بعد أشعر هذا ما تسمح السمور الذي يعيش للمولد إذا ينسيم من بعد أشعر هذا تدور ما هذا تغل رحمة رب تيجوية الذبيس نرجع بيجي مؤمن إذن إيه مثل الإسلام يتحفظ غفل نفس العبد إسحفظ غفل الكرم يمس الدين الإسلام الدين يغضبون في محمد صلى الله عليه وسلم يخذ مس الحرمان في نفسي في ابن آدم أنشتقيني مثلا إلى قلع منه ألا عقل مرة ويعين ذن الدنيث بلي وإلى قالت شمس الغالم وإلى قالت شمع عوانن غفت من غيوث وإلى خلمت سعوانا وإني قنقن وإلى خلم أتشم سفهانا أتشم شركا دي ثمساتنا القدر أكني يفغوين الدين البابي سكني يفغوين الطائفين سكني يفغوين المذهب نس أتشم عوانا أفين العيف كي أضر بردني بشان معوانا أفين العيف إذن سيدي قرر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان غروة تسمع عوانا أفين الدين تسمع عوانا أفين العيف الكامل يتمثل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أبو ذربي سيدربي شديد العقاب كما يتمثل ونأخذ من المجرمين فانتقينهم غسيه جامي منيس الحياش عليه قيم دي الدنيث دروس عليه قيم دي الدنيث رمش تعين خلاص الهوية كهين يمنى أذي قبيه فعيس كربون مثخل والضر الدين تزدكز كيوم القيامة ذا شاستينيذ سيدربي الحاكم سيدربي الحق من كل ماذا في وعي حقيس كما يقول مثلا أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجع يا ربي من الذين يستمعون الخبر فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.